نبدأ بملف المشاركة في المونديال، يعني بداية كده والأجواء اللي شفناها لدى وصولهم، يعني خلينا في الأول نبدأ من الزاوية دي لأن في تفاصيل تانية هتتبعها بعد كده. تمام، تتبعها. هو مبدئيا ناس كتير اتكلمت على مكاسب النادي الأهلي من المشاركة في المونديال. اتكلمنا على المكاسب المادية، اتكلمنا على المكاسب الجماهيرية، اتكلمنا على مكاسب كثيرة الشعبية وكل حاجة اتكلمنا عنها. انما في زاويه مهمه انا شايفها ان احنا لازم نتكلم فيها ونلقي الضوء عليها، وهو مكسب كبير جدا لاي لاعب في المستقبل. بمعنى اي لاعب في المستقبل انت بتتكلم عنه، زمان انت قعدت فتره مثلا ما شاركتش في كاس العالم للانديه، انت النادي الوحيد طبعا اللي شاركت في مصر 5 مرات ودي المره السادسه، ده كان بيديك اولويه لتفكير اي لاعب انك تفكر انك تجيبه. بمعنى طبعا النادي الاهلي خلينا نقول ان هو وجهه وحلم لاي لاعب طول عمره، يعني خلينا نقول معظم اللعيبه وهم صغيرين بيفكر ان عايز اروح النادي الاهلي، حلم يروح للنادي الاهلي، عنصر الجذب متحقق من زمان. انما لما بيدخل على المنظومه عناصر زي مثلا ممكن تكون فلوس اكتر، ممكن تكون بتغري اللعيبه الثانيه بحاجات اكتر، انت عنصر العالميه مش متحقق غير. بمعنى عايز اروح للعالميه هتلعب في النادي الاهلي، عايز تشارك في المونديال مش تتفرج عليه في التلفزيون زي اي لاعب في مصر، انا بقول حقايق ما بتقولش كلام وخلاص. خالد ابتدى عايز كده تعرفي ده خالد ابتدى. عايز تشارك في المونديال هتروح النادي الاهلي، عايز تتفرج عليه اقعد في التلفزيون عند اي نادي، ليس تقليلا من اي نادي، وانما انت بتتكلم في سادس مره بتشارك فيها في المونديال. دي جزئية. الجزئية التانية والمهمة وهي انك بتربي جيل، جيل جاي. خلينا نكون واضحين واضحين ومنطقيين، المكسب بيجيب شعبية والمشاركة في المحافل اللي زي دي بتجيب شعبية، شعبية النادي الأهلي هي الأكبر طول التاريخ، إنما ده بيجي من كتر البطولات. خلينا نكون واقعيين، من كتر البطولات الجيل طبعا جيل ورا جيل بيسلم بطولات، انما لو بتكلمني بقى في جيل مونديال الانديه الاجيال بتاعتنا 2005 و6 و8 و12 و13، شوف كم واحد كان لسه صغير وهو طالع بعينه بتفتح كده على الكوره بيلاقي النادي الاهلي، زي ما بقول لك المثل اللي كان بيقول لك انا كنت بهرب بالمدرسه علشان اشوف مباريات الاهلي في اليابان. طبعا جماهير المنافسه بتحاول تاخد السلوجان ده عشان تتريق عليه، ما هو ما عندوش غير ده. ليه؟ لان فعلا كتير جدا كان بيهرب المدرسه عشان يشوف النادي الاهلي في اليابان، لان ده كان حدث غير عادي وغير طبيعي غير مسبوق عند المصريين. حضرتك كنت موجود هناك برضه استاذ خالد؟ انا كنت موجود في اليابان 2012 وكنت بهرب المدرسه. هنبقى عايزين برضه تبقى تقول لنا طبعا فاكيد هنتكلم. فلما تتكلم في دي، لا طبعا ده مهم، مهم انك مش المكاسب بتكون مكاسب ماديه بس، ما هي الشعبيه اللي انت بتبنيها من المشاركه في الحاجات ديت هي اللي بتجيب لك فلوس. لما تكون عندك قاعده جماهيريه اكبر، كل ما بيكون اداره التعاقدات والتسويق بتاعتك بتشتغل على القاعده دي. فالموضوع مش مشاركه مجرد مشاركه شرفيه ابدا اطلاقا، لا ده وجود النادي الاهلي يشرف البطوله، ودي قيس احنا كام مليون في مصر بيهتم بالبطوله لما النادي الاهلي بيشارك فيها، وكل مره النادي الاهلي ما بيشاركش فيها ما بيكونش فيه اهتمام. تخيل لو قلنا 100 مليون اهتم ببطوله معينه، وال 100 مليون دول مثلا 5 مليون اهتموا بيهم بيها في غير وجود النادي الاهلي، حتى المنافسين ليك واللي مش حابين وجودك برضه بيتفرجوا عليك علشان يشجعوا الفرق المنافسه، وليكن ما هو وجودك برضه ده بيجيب لك انت تسويق في الاول وفي الاخر. وبالتالي مكاسب النادي الاهلي من المشاركه في المونديال ده اهم حاجه احنا لازم نركز عليها ونتكلم عليها، خاصه في النقطه اللي قلت عليها، عايز تتفرج على النادي الاهلي اقعد في اي نادي تاني. تشارك على فكره، والنادي الاهلي في بعض اللعيبه اللي هو بيتعاقد مع اتعاقد معاها حاليا، مش حابب اقول اسماء، انما كان من ضمن الحاجات اللي بيتفاوض مع اللاعب، لان كان في لعيبه انت بتتفاوض معاهم وانديه تانيه منافسه بتنافسك مش انت بتنافسهم على، لان انت اكيد في المركز الاول دايما اللي بيحاول يوصل لك هو اللي بيحاول انه يدخل على اللعيبه اللي عندك واللعيبه اللي انت بتحاول يكون هدف ليك. من ضمن الحاجات اللي انت اكدت عليها في المفاوضات انا رايح كاس العالم للانديه.